السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دفاعك عن أخيك يحميك من النار. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: من رد عن عرض أخيه رد الله عز وجل النار عن وجهه يوم القيامة. الله أكبر. شوف، وفي رواية أخرى: كان له حجابا من النار يوم القيامة. يبقى حجاب من النار، الله عز وجل يرد عنك النار، النار لا يمكن تقترب منك. وقد ورد في الأثر أن النار عياذا بالله تحرق الوجه من على بعد 500 عام يوم القيامة. فتخيل أن المولى عز وجل يرد عنك النار بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يأتيك أي شيء لا من لهيب النار ولا من لفح النار بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يعافينا وعافيكم من النار. يبقى إذا حضرتك واقف في مكان أو قاعد في مكان أو شغال في مكان، جه واحد بيجيب سيرة مسلم من المسلمين بصرف النظر هو بقى صاحبك ولا قريبك ولا جارك، أي مسلم، فأنت رديت بيقول ده فلان ده مثلا بخيل، فبتقول يا أخي اتق الله، الله يبارك فيك، رجل ما علمنا عليه إلا خيرا، رجل ما شاء الله كريم ويعني وأنا أعلمه جيدا أو أعرفه جيدا، وربنا يبارك في عمره وبلاش سيرة الناس. فأنت رديت عن عرض أخيك وهو مش موجود ومش شايفك، فلما ترد عن عرض أخيك يكون النتيجة الله عز وجل يجعل بينك وبين النار يوم القيامة حجابا. وفي الرواية الأخرى: رد الله عز وجل النار عن وجهك يوم القيامة. الله أكبر، بأن أنت بس ترد عن عرض أخيك. الله أكبر، شفت قد إيه عمل بسيط جدا لكن أجر عظيم جدا، لأن المولى عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مجرد بس أن أنت تزحزح بس عن النار ده فوز عظيم جدا، وبدأ بكلمة النار عن الجنة، لأن مجرد أن أنت تنجو من النار حتى لو لم تدخل الجنة فده فوز عظيم جدا، أن أنت تنجو بس من النار. فما ظنك بقى بأن أنت تزحزح عن النار وكمان تخش الجنة؟ شفت المعنى الجميل اللي موجود في هذه الآية؟ يبقى إذن فالمولى عز وجل يحضنا على ذلك، نحن ندافع عن عرض إخواننا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحضك على ذلك. وما أجمل هذا الدين، ان انت تبقى نايم في فراشك واحد بيجيب سيرتك بسوء ولك اخ في الله يدافع عنك وانت نائم في فراشك لا تدري ماذا قال وماذا قيل له. سبحانك يا ربي، هي دي الاخوة التي قال عنها جل وعلا: انما المؤمنون اخوة. فاسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم اخوة متحابين، وان يجمعنا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله، وان يجعل ختامنا في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.